اهلا وسهلا فيكم جميعا، ان شاء الله تكونوا بخير وافضل حال يا رب. رجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح يكون وصفات المشتركين الغريبه، الوصفات اللي جمعتها منكم انتم، مره تجنن، مره لذيذه، اشياء انا ما قد جربتها، مره متحمسه لها، بس في اشياء كثيره نقصتني، ورق عنب، نوتيلا، تاكيز، اشياء كثيره مش موجوده عندي. فالحين على السريع بنروح السوبر ماركت مع بعض، نجيب اغراضنا ونرجع نسوي وصفاتنا. بس قبل كل شيء اللي ما اشترك للحين انزلوا اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات، حطوا لايك وشير للفيديو هذا، ويلا توكلنا على الله. توني رجعت من السوبر ماركت، فيلا خلونا نبدا وصفاتنا. خلونا نبدا بالوصفه الاولى. الوصفه الاولى تقول ورق عنب مع تاكيز. احس مره تحمس ومره لذيذه. التاكيز مره احبه، ورق العنب اعشقه، فخلونا يلا نجربها. اخذته بدبس الرمان، لا ساده كنت ابي بدبس الرمان، شو مركزت. اوكي راح اتخلص من الماده الحافظه وارجع لكم. أنا ماني عارفة إيش قصدها بالتركيز مع ورق العنب، هل أفتته وأحشي ولا أخلي جانبي؟ ما أعرف، بس بجرب كذا وكذا. راح آخذ حبة أفتحها، أوكي، وأحط هنا كم واحدة وأجربها. بسم الله. مره جنة، بس احس اني ابي زياده تركيز. مره جنة. شوفوا الوصفه هذه مره جنة، اعطيها 10 من 10. حتى اهلي ذاقوها معايا خلف الكواليس، كلهم انهبلوا عليها. للامانه انا مستحيل اجيب ورق عنب واكله على طول اللي معلب، لازم اسوي له حمسه واحط عليه دبس رمان واحط يا الله الخلطه هذه خلاص يكفي. راح اودع اني اسبك الورق عنب او اطبخه مره ثانيه. مره حلوه، اعطيها 10 من 10. وصلنا للوصفة الثانية. كتبت لي فول سوداني، شوكولاتة أوريو، حليب، ثلج، وحطيها في الخلاط، بتذوقين أحلى فرابتشينو. كذا جهزت كل الأشياء اللي أحتاجها. راح أحط كوب حليب هنا، حطيت في الخلاطة ثلج، راح أزيد عليها كوب حليب. بسم الله. راح احط معاها ملعقة فول سوداني. الحين راح احط من شوكولاتة الاوريو، اوكي، ما راح احطه كامل، بحط بس كذا 6 قطع تكفي، احس كمية تكفي شخصين. ويلا نضربه في الخلاط. بشوية شوكولاتة، بسم الله. شو كيف صار شكل الكوب، مره يحمس. بسم الله. وبزينه بشويه صوص شوكولاته. يلا خلونا نذوقه مع بعض. صار شكله مره يحمس، وملمسه ترى مره بارد، ريحته نفس السنيكرز. يعني اذا ما عندكم مقادير الفرابتشينو كامله تقدرون تحطون سنيكرز مع حليب وثلج يكفي. بسم الله. طعمه مرة يجنن، اعطيه 100 على 10، مرة لذيذ. طعم الفول السوداني مع الشوكولاتة جنن، مرة يجنن، مرة لذيذ، صراحة يستحق اني اجربه اكثر مرة. وصلنا الحين للوصفة الثالثة. شوفوا بخلي وصفة حالية وصفة مالحة، عشان كذا المذاقات عندي كذا تتوازن وانبسط بالعربي. الوصفة الثالثة راح تكون تسالي كمون وليمون مع نفس فكرة الصوص. راح اجهزه او غموس، اوكي. الغموس اسمعوا وسجلوا معايا، الغموس مرة كثير، لبن، ملح، فلفل اسود، بابريكا، طحينة، سماق، فلفل حار، يعني فلفل احمر مجروش. كل المكونات حطيتها هنا، باقي بس ازيد عليها لبن وطحينة. فيلا الله، انا ماني عارفة الكميات، وهي ما قالت لي كيف الكميات، بس بحط بالإحساس وأشوف. والطحينة بعد ما كتبت كم كميتها، بس نحط بالإحساس. بسم الله.
كذا حدود ملعقتين. يلا خلونا نخلطها. ما شاء الله تبارك الرحمن شكل الصوص مرة يحمس. خلونا نذوقه مع بعض، شوفوا كيف شكله. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء شوفوا شكله كيف يحمس، ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله. دقيقة مرة طعمه جنن. هلا أقولكم المكون الأساسي اللي ذقته في الصوص، مكونين بس اللي مرة واضحين وصايرين يجننون، طحينة مع بابريكا سايرة تدخينة تجنن، ما أدري الطعم ما يوصف بس يجنن من جد اللي علمتيني عليه، الله يعطيك ألف عافية مرة حلو. دقيقة طعم الوصفة مرة يجنن مرة لذيذ، أعطيها 100 من 10. والله مرة قاعد أحتار ليش كل الوصفات قاعد تعجبني، مش بس تعجبني شوية تعجبني كثير، تجنن بصراحة الصوص يجنن، كل أهل البيت ذاقوا يجنن عجبهم. بس شفتوا الوصفة اللي قبلها اللي كانت فرابتشينو أوريو وشوكولاتة وفول سوداني، بصدمكم وأقولكم إنه ما عجب أحد في البيت إلا أنا وأختي، بس البيت كله يذوق ويعطي كذا رياكشن إنه شلون شو الطعم، إيش حاطة فيه، في شيء غريب، مش عاجبهم طعم الفول السوداني في الفرابتشينو. أنا بالنسبة لي مرة جنن. يلا نروح للوصفة الرابعة. الوصفة الرابعة راح تكون كوكيز. شو هي قالت لي كوكيز كذاب، بس أحس إنه حشاه يكون كذاب، بالعكس كوكيز سريع، كوكيز حلو، كوكيز لطيف، كوكيز ما يتعب. ترى مرة أنقهر إذا أحد قال كوكيز كذاب، سينبون كذاب، ما أعرف ليش أحس إنه لا، كوكيز لذيذ، كوكيز سريع. يلا نرجع لوصفتنا، كوكيز سريع لطيف خفيف. راح نحتاج نوتيلا، راح نحتاج بسكوت شاهي، راح نحتاج هرشي او اي قطع شوكولاته، ممكن تحتاجون شويه حليب. اوكي الطريقه، راح نفتت البسكوت نعجنها بنوتيلا، لو احتجنا شويه مويه ونوزع عليها شويه هرشي ونحطها في المايكرويف دقيقه ونص او نص دقيقه على حسب قوه المايكرويف حقكم، بعدين تطلعونها تصير كوكيز جاهز تاكلونه. يلا نجربه. خلاص كذا طحنت البسكوت، اوكي حطيت عليه شويه مويه، راح ابدا اضيف له النوتيلا. انا ماني عارفه قديش كميه النوتيلا، بس بحط بالاحساس، مع انه دائما احساسي في الاكل يخيب لاني دائما احب اكثر واعمي الدنيا، من كثر ما احب الاشياء اللطيفه اكثرها كثرين تصير خلاص ما تنأكل. يلا بسم الله، كده كفاية. ما أعرف بس كده مبدئيا، بعدين أشوف إذا احتجت بزيد. شوفوها صار سهل، صار سهل عليكم تشكلونها. الحين بضيف الهرشي، ما بكثر نحسه خلاص صارت حلوة ولا كثرت ما أعرف، بس كده خلنا ندلعها. أسوي شكل الكوكيز تقليدي، شوفوا كذا. بسم الله، بعدين يمكن أزينها بكم حبة هرشي، أحس مش واضحين. كذا خلص الكوكيز السريع سريع اللطيف الخفيف، بحطه في الميكرويف وأشوف شكله كيف يصير. فيلا وبس كذا كوكيزنا صار جاهز. دقيقة، النظرة الأولى كوكيز، ما تحسون إنه كوكيز سريع، ما تحسون إنه بسكوت مطحون، احس شكله كوكيز وشكله يحمس، وريحته في البيت صارت مره تجنن. شو شكله، شو شكله كوكيز، ما تنقدون عليه شيء. شوفوا شكلها، طعمه مره يجنن، مره لذيذ، مره حلو. بس عندي ملاحظه واحده، اذا جيتوا تسووا الكوكيز خلوها زي كذا وانحف، اوكي في الحبات اللي زي كذا مره متينه راح يكون طري اكثر، تبونه مقرمش نحفوها، انحف من كذا بشويه. بس مرة تجنن، مرة حلوة ومرة اختراع. وصلنا الحين للوصفة الخامسة، الوصفة الخامسة عبارة عن سمبوسة محشية جبنة مع نوتيلا. الطلبات اللي راح احتاجها جبنة كيري، هي قالت لي استخدم مثلثات بس ما عندي مثلثات، جبت كيري احسن نفس الفكرة. نوتيلا مع شرايح سمبوسة، راح اخلط النوتيلا مع الكيري اسوي ميكس بعدين احشيها. في يلا نوتيلا، اوكي
وبس كذا حطيتها في الفرن تستوي وارجع لكم. صراحه ما قلت ابي اقليها، حسيت انه ابيها صحيه بياكلها يكفينا فيها نوتيلا. فيلا شوفوا كيف السمبوسه صارت تجنن، تخيلوا ولا نقطه زيت ولا زبده، حطيتها زي ما هي في الفرن على نار هاديه تاخذ راحتها، بعد كذا راح تستوي معاكم وتكون مره تجنن. شوفوا هنا ما ادري ليش كان ما في صوت في المقطع هذا، المهم ركبت صوت عليه. بغيت اقول لكم عن طعمها، اول شيء اتركوا الحشوه، السمبوسه كانت تجنن ومره مقرمشه، كان نفسي تسمعوا صوت القرمشه مره تجنن. الحشوه جبن مع نوتيلا يعطيكم ميكس نفس فكره، تعرفون جبنه الحامضه الوزن مع طحينيه، تعرفون النكهه هذه اللي تحسون كانها طحينيه، وانا اذوقها ما حسيت بالنوتيلا ما حسيت بالجبن، حسيت الحالي حامض. عارف 4/10 تجنن، حلوة للي يحبون، بس أنا ما أحب حالي وحامض، طحينية وجبن نوتيلا وكذا ما عجبتني. بس كذا خلصنا كل الوصفات، بس عندي كم منتج وأنا أشتري الأغراض من السوبر ماركت عجبتني وقلت خلوني أجيبها وأجربها معاكم. أول شيء هذا مرة متحمسة له، ولا مرة جربته، حسيت شكله كذا غريب وحسيته مدري، حسيته مرة حامض، عارف حسيته مرة يجنن، خلنا نجربه مع بعض. أول شيء شو شكله، مرة يحمس، مرة أحسه بيكون لذيذ. بسم الله، لا أبدا مش حامض، طعم وايت ورد، طعم مثل طعمها حلقوم أكثر من إنه شيء حامض حالي، لذيذة بس مش مرة حامضة. يلا روح للمنتج اللي بعده، شكله مرة يحمس، شايفين في صورة إنه داخله غموس، فخلونا نفتح مع بعض ونشوف. داخله بس الكيسة هذه، شكله يشبه، تعرفون بطاطس ممتاز، ممتاز لونه أخضر، عرفتوه؟ كان اسمه ممتاز ما أعرف إيش اسمه، نفس طعمه، أوكي؟ وجاء معاه علبة الصوص هذه، الصوص طعمه عادي ما في أي إضافة، شوية شوية نتفة حار مش حار. نسيت مقيمكم المنتجات، هذا أعطيه 2/10. لانه ابدا مش حامض، الاشياء اللي زي كذا انا مره اعشقها حامض، وهن كاتبين انه حامض بس ما طلع حامض. اما هذا المنتج صراحه اعطيه 5/10، طعمه متوقع، يعني شفت العلبه كذا ما ادري ايش تخيلت شيء يجنن، وفي علبه صوص، لا الصوص ابدا مو تشيلي ومش حار وما له طعم، فاعطيه 5/10 او 4. يا دول نقيم هذا ونشوف طعمه. من تايلاند هذا. شيء اول ملاحظه شوفوا في يمكن كم، حتى ما تجي 10 حبات. بسم الله، واو طعم يجنن، الطعم مرة يجنن، لا لا حلو. بس كم كان سعر الريالين؟ 6/10، لأنه الكمية مرة قليلة. وبس كذا وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله ربي عجبتكم كل الوصفات اللي سويناها مع بعض، لا تنسون حطوا لايك، اشتركوا في القناة، أحبكم، أشوفكم الفيديو الجاي بإذن الله، مع السلامة.